ينضم إلينا مصطفى حاج محمد مسؤول التعليم في منظمة بنيان من ريف إدلب. صباح الخير. يسعد صباحك يا رب. صباح النور. الله يسعد صباحكم وصباح المتابعين. نحكي أكثر عن تقنيات الواقع المعزز التي تم إدخالها إلى المدارس. تماما، لو نوضح شوي معنى الواقع المعزز. طبعا الواقع المعزز هو من خلال الهدف من تسهيل حصول على المعلومة وتحليلها من خلال محاكاة الواقع ودعم التفاعل بين البيئة الواقعية والبيئة الافتراضية. يعني تكرار البيئة الحقيقية وتعزيزها بالمعطيات الافتراضية. حلو. طيب، يعني أكيد إلها دور اليوم بدعم العملية التعليمية التقليدية بالشمال السوري. يعني كلاتنا ربينا بمدارس خلص حفظت الدرس اكتب الوظيفة، فهذا الشيء أكيد اليوم ما عاد يعني نافع مع الطلاب. صرنا بعصر السوشيال ميديا، عصر تطور، وكتير لازم إحنا يكون أدواتنا أيضا متطورة. صحيح، مثل ما تفضلت حضرتك، النمط التقليدي اللي كان متبع في العملية التعليمية كان في جمهور، كان في دور فقط معظمه بيتركز على المعلم. حاليا صار في للطالب دور من خلال تقنيات الواقع المعزز في العمليه التعليميه. استاذ، ايضا هذا الامر الواقع المعزز سهل الحصول على المعلومه، حتى الطالب يوصل لمرحله من الفهم الى الوصول الى التطبيق والتحليل. حلو، وهي نقطة مهمة، ولكن يعني بتضيف أعباء يمكن أحيانا على الأساتذة نفسهم، أنه لازم يكون في عندهم تأهيل وتدريب خضعوا له لحتى يقدروا يشغلوا هي التقنية أو يدخلوها للمدارس أو للفصول الدراسية بشكل عام. إلى أي حد فعلا خضع المعلمين إلى دورات تدريبية سابقة؟ هلا تطبيقات الواقع المعزز هي متاحه للجميع صراحه، بامكان حتى اولياء الامور الحصول عليها من خلال معرض التطبيقات موجود لدى معظم الهواتف الذكيه اللوحيه. لكن طريقه الاستخدام طبعا يحتاج لتدريب، يحتاج لورشات تدريبيه. نحن في منظمه بنيان نعمل بشكل دوري في المشاريع التعليميه القادمه على تدريب المعلمين على استخدام التقنيات الواقع المعزز وإقامة ورشات للمعلمين لإيصال أكبر قدر ممكن من التقنيات الموجودة. يعني ما يخص المعلمين، لكن أيضا الطلاب هم جزء من هي المعادلة وهي العملية التعليمية. تفاعلوا منيح مع هي التقنية، وهل يعني حسوا إنه عم يفهموا الدرس أكثر ويكونوا قريبين من الطالب من الدروس باستخدام هي التقنية؟ لو لاحظتوا حضرتكم بالتقرير انه بعض الطلاب وصل لمرحله انه صار بامكانه يشرح جزء من الدرس اللي نحن كنا سابقا مثل ما تفضلتوا ببدايه الكلام انه الجانب النمطي المعلم يعطينا الدرس فقط نحن كمتلقين. الان الطالب صار في تفاعل، صار بامكانه ببعض الجوانب يشرح بشكل كامل. حلو، وهي نقطة مهمة فعلا، هو التفاعل مع الدرس لحتى يقدر يفهمه بشكل أكبر. أستاذ مصطفى، ما أكثر المواد الدراسية التي تم استخدام هذه التقنيات في شرحها؟ متاح لجميع المواد الدراسية، لكن التطبيقات المتاحة صراحة بحاجة، يعني حتى الآن ما تم الصورة الكاملة لإدخال تقنيات الواقع المعزز في العملية التعليمية. هل في تطبيقات عربية أو سورية تحديدا؟ يعني هل في شركات عم تقوم بدورة في تحديث هذه التطبيقات لتتناسب مع مدارسنا؟ طبعا في تطبيقات عربية سهلة الاستخدام، وشفتوا الطلاب كمان حضرتكم عم بيستخدموها بشكل سهل وسلس. طيب بأي قول لي تفضل. ما بتغطي كافة، تفضل. عفوا، ما بتغطي كافة الاحتياجات العملية التعليمية، هي فقط صارت مساهمة وداعمة للعملية. طيب، هي التقنية بأي مدارس موجودة حاليا بالشبال، وهل هناك حديث انه تتعمم هي التجربة على كل القطاع التعليمي بالمنطقة؟ تمام، نحن بمنظمة بنيان حاليا عندنا حوالي 43 مدرسة. ال 43 مدرسة يتم تعميم هي التجربة في فروق بالعملية التعليمية.
حتى وصلنا إلى مرحلة إنه صار في عنا معرض للواقع المهذب. طبعاً كله هي التجارب أولية قابلة للتطوير إن شاء الله، ونسعى للعمل عليها بشكل أفضل. حلو. بالنسبة لباقي المنظمات نحن ما عندنا مشكلة، كان في دعوة لباقي المنظمات حتى يكونوا موجودين بالمعرض اللي يسوي. كل التوفيق لكم، وفعلا خطوه جميله جدا انه يتم ادخاله للواقع المعزز في على العمليات التعليميه. مصطفى حاج محمد، مسؤول التعليم في منظمه بنيان، شكرا لك. شكرا لك.